السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مولانا. اتفضل. كيف حالكم؟ حفظك الله ورعاكم. الله يبارك فيك ورعاك وحفظك. كل عام وانتم بخير. وانت طيب. كنت بسأل مولانا ما رأي فضيلتكم في الأرباح التي تأتي للفيسبوك واليوتيوب؟ إذا كنت تنشر محرمات على موقعك ومن ثم تأتيك الأرباح تحرم هذه الأرباح، لكن إذا كنت تقنن يعني بمعنى أنك تنشر خيرا ويأتيك ربح لا بأس، لكن ظني أنك تنشر من غير تحكم فيما ينشر، فممكن تنشر قاذورات على صفحتك ينشروها لك رغما عنك من أجل الربح. الله يسلمك.